أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 6/8 للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: أمطار غزيرة وسيول تجتاح مناطق واسعة من أبو حمد بولاية نهر النيل، وانهيار منازل وخسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين. مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل تعرضت لكارثة طبيعية، ولأول مرة في تاريخ المدينة هطول أمطار غزيرة استمرت تقريبا زي 9 ساعات، والبيوت انهارت تماما، المستشفى اكتظاظ من المرضى والمصابين، وأنباء كثيرة عن وفيات. السوق أبو حمد انتهى تماما. وفي الجنينة بولاية غرب دارفور فيضان وادي كجة يتسبب في انهيار عدد كبير من المنازل في حي الزهور والثورة. الضغط الرئيسي ما بيضغط حاليا، وهسي زايد الموية زايدة شديد، ولسه الوضع ده ماشي للأسوأ، بس ما معروف هسي الشهادة تجيب 200. شايفين في كشوفات امبارح كان الأضرار كبيرة جدا في الجنينة. الأحياء المقابلة لل وادي كجة أغلبها تضرر، حي الزهور وحي الثورة، يعني عشرات المباني انهارت بالكامل. وتتابعون أيضا: الطيران الحربي يشن غارات جوية في الجنينة والفاشر وغبيش بولايات غرب كردفان وشمال وغرب دارفور. لسه أروخ الثانية هاي برضو، شايفين الحجر ده وطدي كل هارسة كده دق البشدر ده، ده كله مقطع فيه طبعا، ده الضرب المبارح. وتتابعون أيضا: انتشار الرمد وسط الأطفال والكبار في مدينة نيالة، ومواطنون يقولون بسبب مخلفات الأسلحة. ملتحمة حقت العين دي تكون لونها ويت أحمر، يعني ما إلا الوردي كده، وبعمل حكة وبعمل تورم وبطلع زي القطع، يعني تقول زي الرمد لكن هو ما رمد. وتتابعون أيضا: كريم خان يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن عن السودان ويحذر من تصاعد العنف في دارفور. وجولة السودان تقدم جانب من كلمة ممثل السودان في مجلس الأمن الحارث إدريس. أقول لأولئك الموجودين على الأرض اليوم في دارفور، وللقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ولأولئك الذين يساعدونهم ويدعمونهم ويشجعونهم ويمولونهم ويزودونهم بالأسلحة، إننا نحقق. التزامات حكومة السودان في مراعاة القانون الدولي الإنساني والإشارة التي وردت في تقرير المدعي العام وحماية المدنيين، فقد ظللنا نكرر طلب دعم الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي رفعتها حكومة السودان رسميا إلى مجلس الأمن في أبريل عام 22. ونختم جولة السودان اليوم بردود فعل اللاجئين والنازحين بولاية دارفور حول الإحاطة التي قدمها مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس بمجلس الأمن. ما عندنا خبرة في القانون، لأننا شايفين أنه ده بداية الإفلات من الإيقاف أو التبرية المجرمين، يعني فمن المفروض أنه يتم قبض بتناسق مرة بشير. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، والتي شهدت أمطار غزيرة امتدت ل9 ساعات، وتسببت هذه الأمطار في سيول جارفة أدت إلى انهيار 70% من المنازل، بجانب إصابات وسط النساء وكبار السن والأطفال، تم نقلهم إلى مستشفى المدينة. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في مدينة أبو حمد لمعرفة المزيد عن الوضع في مدينة أبو حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل تعرضت لكارثة طبيعية، ولأول مرة في تاريخ المدينة هطول أمطار غزيرة استمرت تقريبا زي 9 ساعات، والبيوت
انهارت تماما، يا انهيار كلي يا انهيار جزئي. المستشفى اكتظاظ من المرضى والمصابين، وأنباء كثيرة عن وفيات. هي تعتبر من المناطق الآمنة اللي وفد لها كمية من النازحين من بداية الحرب 15 أبريل 23، والآن الناس كلها في الشارع والخيام اتطيرت بسبب الرياح. السوق أبو حمد انتهى تماما. الحكومة المحلية برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرؤوف حسن المبارك كانت حضور، ويتفقدت عدد من الأحياء المتضررة في السوق أبو حمد الكبير، وأشرفت على أنها تنفذ بعض الإجراءات الإسعافية، لكن الوضع صعب ومحتاج للتدخل أكبر، وكان الله في عون البلاد والعباد. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، والتي شهدت فيضان وادي كجا الذي تسبب في انهيار عدد من المنازل بحي الزهور وحي الثورة، بجانب جرف عدد من الطرق الرئيسية في المدينة. جولة السودان كانت هناك، والتقط الصحفي علاء الدين لمعرفة المزيد عن الأوضاع في الجنينة. ده الدكان ده وقع هسي، شايفين الغبار حقه قبل كم ثانيه الدكان ده وقع، شايفين كان وقع ده الدكان وقع هسي حاليا، وماشي زايد الوادي ده، ماشي زايد هذه كلها ضربت الرئيسي، ما في ضربت حاليا، وهسي زايد المويه، المويه زايده شديد. امبارح كان الاضرار كبيره جدا في الجنينه. الاحياء المقابله لل وادي كجا أغلبها تضرر، حي الزهور وحي الثورة، يعني عشرات المباني انهارت بالكامل، وكل سكان الحي يعني خرجوا من بيوتهم، حتى البيوت السليمة ما انهارت لأن المياه يعني تسربت لداخل الحي، متوقع أنها تنهار في أي وقت. الناس قاعدوا في العراء يعني، من غير مأوى، من غير يعني غذاء، من غير موية، يعني الناس قاعدة في العراء ساي. يمكن جات مبادرات شبابية كثيرة ساعدت الناس في إنه يطلعوا مقتنياتهم من داخل البيوت، والحاجات الأكثر اتهدمت فيها المنازل. كذلك تضررت أحياء أم دوين شرق الوادي، حي الجوني مسار القديم المتاخم للوادي، ونهاية أم دوين بالاتجاه الشرقي حي الجريف كذلك تضرر من السيول، وكثير من المنازل انهارت، والضرر الأكبر وقع على منطقة أردمتا، وحدة أردمتا الإدارية اتغمر السوق بالكامل، ما في حاجة اسمها سوق هسي، كل السوق فيه موية لحد الركبة، الموية دخلت داخل المحلات التجارية وخربت السلع، ودخلت الأحياء داخل الأحياء، حي الرصافة والجزيرة وحي أردمتا نفسه، والموية يعني تخطت الكوبري، فصلت الكوبري القديم وتخطت الكوبري الجديد بفوق، والوضع سيء جدا. برضو الظاهر انه المويه دي شامله الولايه كلها، يعني ما منحصره في الجنينه، قطعت الطريق بتاع الجنينه زالينجي تحديدا من مكان مورني، كذلك في سيول وفيضانات في بيضه وفي فوربركة احدثت يعني اضرار كبيره. وبرضو ما انسى استاد الجنينه اتغمر بالمويه، اتقمر بالموية بالكامل، و يعني توقف النشاط توقف النشاط الرياضي لأنه الاستاد اتملأ بالموية. ويمكن الناس هسي بيحتاجوا لمساعدات عاجلة، يعني بيحتاجوا لسكن مؤقت لحد ما الموية دي تجف ويجوا راجعين بيوتهم، بالنسبة للبيوت اللي ما تهدمت، وبالنسبة للبيوت اللي تهدمت
بتحتاج لبناء من إعادة بناء من جديد. برضو بيحتاجوا لأكل، بيحتاجوا لموية، بيحتاجوا لفرشات ترقدوا فيها، بيحتاجوا لنواميس. دي كلها يعني حوجة مستعجلة. وبرضو بيحتاجوا لعلاج لأنه الموية دي يعني سببت أمراض بالنسبة للناس، الناس ما قادرة تتحمل التعب الجاه فجأة. الوضع بشكل عام مزري، يعني بيحتاج لتدخل، وما في جهة يعتمد عليها. يعني ما شايف في دور واضح للسلطة ولا حتى المنظمات الإنسانية اللي أصلا هي جات اتدخلت بمانديت بتاع الطوارئ. يعني فعلها ضعيف ومساهمتها في حل الإشكال أضعف. يعني الناس هسه بتعاني الفعاليات الشعبية هي بيجي الاعتماد عليها. يعني هسه بعض الناس مبادرة حي الزهور وبعض المبادرات وفر وجبة للأهالي، وكذلك الناس أردمتها، يعني المبادرات العاملة في أردمتها كلها اجتهدت واتحدت. الليلة كان فاتوا بدوا عمل بأنه ينقذوا ما يمكن إنقاذه ويساعدوا الناس في توفير الاحتياجات الأساسية الطبيعية اليومية. تسلم. ونبقى في السيول التي اجتاحت عدد كبير من مدن السودان. جولة السودان التقت الخبير البيئي ساري الحاج لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى هطول الأمطار في عدد كبير من المدن التي لم تشهد أمطار منذ أكثر من 50 عام. مرحبا بك. أي صحيح، يعني هو يعني يبدو من الملاحظ أنه الكثافة بتاعت هطول الأمطار كانت عالية جدا في الخريف الحالي ده، وسبق هطول للأمطار في كافة مناطق القرن الأفريقي شرق أفريقيا. يعني البداية دي كانت من شهر أبريل الماضي وتواصلت من أبريل لغاية أوائل أغسطس الآن، ومتوقع أنها حتستمر لغاية أواخر أغسطس. في كمية كبيرة من هطول الأمطار مرتبطة بظواهر طبيعية خاصة بالتغير والتطرف المناخي. الظروف دي ارتبطت بالأساس بموضوع الاحتباس الحراري وتأثيره على التغيير المناخي، وبرزت في الآونة الأخيرة ظهور من شهر يونيو الفات في 2023 يتوقع ظهور ظاهرة تعرف بالنينيو. وظاهرة النينيو دي هي ظاهرة طبيعية بتحصل من آلاف السنين، لكن زيادة معدلات الاحتباس الحراري خلت الظاهرة تكون من أكثر الظواهر تأثيرا وتطرفا على هطول الأمطار في الفترة الأخيرة. النينو هي باختصار المسمى ده جاء من كلمة إسبانية مقصود بها الطفل الصغير أو المولود الحديث، باعتبار أنه بتاخد ذروته في 25 ديسمبر يعني فترة الكريسماس. يعني الظاهرة دي مرتبطة بزيادة حرارة المياه في المحيط الهادئ في المناطق الخاصة بالسواحل الغربية للإكوادور وللبيرو. وهنا في مفهوم موجود عند المتخصصين في مجال البيئة من زمان اللي هو أثر الفراشة، أنه الكرة الأرضية دي كلها بيسيطر عليها نظام بيئي واحد مرتبط ببعض، فالحاجة لو حصلت في أقصى الجنوب ممكن يكون عندها أثر في منطقة أخرى في الشمال الجغرافي. يعني بيحصل أنه بتزيد الحرارة في المحيطات في المحيط منطقة المحيط الهادي، وبيكون عندها تأثير بيمتد إلى منطقة المحيط الهندي اللي هي في غربها بتكون منطقة القرن الأفريقي. بالمقابل بيكون فيه هطول كبير للأمطار في منطقة الهند ومنطقة ساحل أو منطقة على خط الاستواء لغاية القرن الأفريقي. دعم عدد كبير من هطول الأمطار هطولات مستمرة طوال 4 شهور كانت متوقعة حقيقة يعني من العام الفات. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى التطورات الميدانية، حيث شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية صباح اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة الجنينة والفاشر بولايات دارفور، بالإضافة إلى مدينة غبيش بولاية غرب كردفان، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الجنينة لمعرفة المزيد عن الغارة التي شنها الطيران الحربي صباح اليوم على مدينة الجنينة. لسه أروخ الثانية، هاي برضو شايفين الحجر ده
وتدي كل هارسة كده يعني دق دق وقاصد بضرب اتجاه وربنا سبحانه بخطة في اتجاه. شفت البشدر ده ده كله مقطع فيه طبعا ده الضرب اللي مبارح دق فيه الخلاص. شوف الأرض دي فيه الخريف ده حركة كيف. ده صباح اليوم 2024 شهر 8 الليلة نم 6. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة نيالا والتي تشهد انتشار كبير للرمد وسط الأطفال وكبار السن، ومواطنون أرجعوا هذا الانتشار إلى مخلفات الأسلحة وغصف الطيران. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في مدينة نيالا لمعرفة المزيد عن انتشار الرمد في نيالا. الملتحمة حقت العين دي تكون لونها أحمر يعني ما إلا الوردي كده، وبعمل حكة وبعمل تورم وبطلع زي القطع يعني تقول زي الرمد لكن هو ما رمد. بس الصبح تقوم تلقى عينك دي حمرة كده يعني أس الرمد ده وبيجيك أول حاجة يطلعه في قطع ولا كده. لو كان جاك الصبح بس الصبح تلقى عينك دي كلها لونها قلب وردي، وردي ما إلا أحمر كده. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي شأن آخر، قدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس إحاطة إلى مجلس الأمن عن السودان، وحذر في هذه الإحاطة من تصاعد العنف في دارفور. نستمع إلى جانب من كلمة مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن بالأمس. أقول لأولئك الموجودين على الأرض اليوم في دارفور وللقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ولأولئك الذين يساعدونهم ويدعمونهم ويشجعونهم ويمولونهم ويزودونهم بالأسلحة، إننا نحقق ونستخدم مواردنا بأقصى قدر ممكن من الفعالية للتأكد من أن الأحداث التي وقعت منذ إبريل من العام الماضي تخضع لمبدأ القانون الإنساني الدولي. وأدعو إلى طريقة جادة لإظهار التزام الحكومة بالمحاسبة وبمنع الإفلات من العقاب، يقوم بتنفيذ أوامر المحكمة ومذكرات التوقيف الصادرة، ومن ضمنها مذكرة التوقيف المتعلقة بأحمد هارون والمرتبطة بقضية عبد الرحمن كشيب، وطالبا تكون نقاشاتنا مع الحكومة السودانية متركزة حول بذل جهود جادة للتعاون مع المحكمة باعتقال أحمد هارون وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. ونبقى في الإحاطة التي قدمها كريم خان أمام مجلس الأمن عن السودان، ونستمع إلى جانب من كلمة ممثل السودان في مجلس الأمن الحارث إدريس. وفيما يتعلق بالوضعية القانونية والالتزامات حكومة السودان في مراعاة القانون الدولي الإنساني والإشارة التي وردت في تقرير المدعي العام وحماية المدنيين، فقد ظللنا نكرر طلب دعم الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي رفعتها حكومة السودان رسميا إلى مجلس الأمن في أبريل عام 22. ونود توضيح الآتي: لقد أسفرت الأعمال العدائية للميليشيا عن أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية والمرافق والأعيان المدنية، إضافة إلى أعمال النهب والتخريب والتدمير الممنهج وواسع النطاق بما في ذلك مرافق تصنيع الأغذية. وبالرغم من ذلك ظلت طبيعة عمليات القوات المسلحة دفاعية لصد هجومات ميليشيا الدعم السريع المتفلتة، وهذا نوع من الالتزام بعدم التصعيد العسكري. إن التزام القوات المسلحة بالرغم من مواجهة الشعب السوداني لحرب عدوان تمالأت وتوافقت عليها عدة أطراف إقليمية ودولية بحق الدفاع عن النفس وإجراء عمليات عسكرية نوعية لتقليل الإصابات وتقديم الإنذارات المسبقة لابتعاد المدنيين عن مناطق الاشتباك وعدم استهداف المرافق والأعيان المدنية، بالرغم أن الميليشيا وحلفائها الأغراب احتلوا بيوت المواطنين وقاموا بتهجير أجانب من الساحل للإقامة فيها. وتم إصدار قانون جديد للقوات المسلحة تم بموجبه إدراج قواعد القانون الدولي الإنساني تحت عنوان الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات العسكرية، وتشمل كذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني ودمجها في عداد نظم عمل القوات المسلحة ومناهج تعليمها وتدريبها. وفيما يخص الإشارة إلى العنف الجنساني الذي ورد
في تقرير المدعي العام نرجو أن نوضح التالي: لقد تفاقمت وتيرة العنف الجنسي والجنساني في المناطق التي تستهدفها ميليشيا الدعم السريع كوسيلة لزعزعة استقرار المناطق الآمنة والإجبار المدنيين على إخلاء منازلهم وإشاعة الإحساس بعدم الأمان. قد شمل ذلك العنف المتوحش في ولايات شمال كردفان ودارفور والخرطوم الكبرى والجزيرة والنيل الأبيض وسنار، حيث اجتاحت تلك الميليشيات أكثر من 80 قرية ومدينة، مما زاد من نسبة النزوح وتردي الأوضاع الإنسانية. إن تقرير مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تصدره جهة وطنية مستقلة مسؤولة عن حماية النساء والفتيات والأطفال ووضع معايير للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وإعداد التقارير عن أوضاع تلك الفئات الهشة، منذ ديسمبر 23 عند اجتياح ميليشيا الدعم السريع ولاية الجزيرة زاد معدل النزوح إلى القضارف وكسلة والنيل الأبيض، وشكل هذا التباعد في الدوائر المضيفة للخدمات الصحية والعدلية وفتح البلاغات والشكاوى الرسمية تحدياً أمام انقطاع التواصل، مما أثر على فعالية توثيق جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع بشكل أمثل، لا سيما الخدمات الواجب تقديمها للناجيات بسبب تقلص مساحات الحماية بفعل التوغلات والهجمات الوحشية التي تشنها الميليشيا مستهدفة للمدنيين بقصد جنائي مدفوعة بدوافع التشفي والانتقام من دوائر حضرية معينة لأسباب عرقية. وظفت تلك الميليشيات العنف الجنسي وسيلة لابتزاز المدنيين، وقامت بإجبار الشباب للانضمام إلى قواتها عنوة. ولكي لا يثور شك بقصور الحكومة في ذلك أو في ذلك المجال، فإنها شرعت بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع المنظمات المحلية ذات الصلة برفع الالتزام بمعايير حماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي وإدارة العمل الإنساني والاجتماعي بدور إيواء النازحين في ولاية النيل الأبيض، وتكوين لجان حماية لدور الإيواء يشرف عليها المتطوعون، كما تم موائمة معايير PESA في المحتوى القانوني السوداني ومعايير السلوك المهنية وترفيع مستويات الاستجابة للعنف الجنسي. وبتمويل من وكالة يونيسف تم تدريب نخبة من الفتيات في دور الإيواء بجانب الباحثين الاجتماعيين والجهات العدلية من نيابة وقضاء وشرطة في أساليب التصدي والوقاية، مع تطوير بروتوكول مناسب للتعامل مع حالات الحمل القهري التي تسببت فيها ميليشيات الدعم السريع. ونختم جولة السودان اليوم بردود فعل النازحين واللاجئين بولايات دارفور حول الإحاطة الذي قدم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مجلس الأمن أمس. وجولة السودان التغت المنسق العام للنازحين يعقوب فري. شكرا راديو دابنغا، وشكرا لأخ الصادق وكل التيم العاملة في راديو دابنغا، لكم التحية والتقدير. أنا يعقوب محمد الله فريه، منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين مقيم في معسكر كلمة. حقيقة يعني إحنا الكلام اللي اتكلم المدعي العام في مجلس العام، والله شوية يعني إنه يعني شعرنا بالإحباط. كنا عندنا عمل كبير في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من هو يتكلم زي كأنه ما في استعداد ل قبل بتاع ناس بشير. لما كان جاء مدعي العام استقبلنا مدعين العامين الاثنين، استقبلناهم يعني استقبال حر، كل الضحايا اللي استقبلوهم. كنا عندنا عمل كبير طالما ما لقينا عدالة هنا في داخل الدولة، بنلقوا العدالة في محكمة جنائية دولية، والضحايا كانوا حضور كبير جدا وكان هنا، وكان ظننا انه وعد يكون وعد صادق. لكن التصريحات اللي ثاني رجع اتكلم سبب لنا يعني احباط كبير جدا، لانه هو طبعا هنا الامر قبل لما انتهى اللي حسه هو قبضوا بيه الكوشيب، ما احنا نفس الاجراء الاوليه. يعني الفرق وين يعني؟ والجديد شنو؟ انه مدعي العام انه الثاني داير يغير رايه على الامم المتحده والمجلس العامي والمحكمه الجنائيه الدوليه، انه يقيفوا في وراء قرارات بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه على اساس انه على الاقل يعني انه ما يتكرر في العالم حاجه زي. وبالفعل يعني انا ازعجنا، انا كمنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، كل الناس قالوا انه يعني لابد من انه يكون في الرد في حول الكلام ده، وانا كان كتبت بيان حول الكلام ده، وحتى الان انا بتكلم في راديو دبنجا على المدعي العام انه يغير خطابه
وخليه يتبعوا اجراء قانونيه حقيقيه كما كان. يعني زي ده بدينا عدم الثقه وبدينا انه قد يكون المحكمه الجنائيه الدوليه ما حيستطيع انه يحكم لنا المجرمين حتى ولو كان في ادله واضح. وبرضه شايفين انه التاخر بالنسبه للنطق بتاع حكم كوشيب حتى على المحكمه ما تستطيع انه على اساس انه ينطق الحكم حتى الان. انا يعني انه عن هنا شوفوا انه ما عندنا خبره في القانون، لان شايفين انه وده بداية الإفلات من الإيقاف أو التبرية المجرمين. يعني فمن المفروض أنه يتم قبض بتاع ناصر البشير، مدعي العديد من المطالب أنه لحكومة السودان الموجودة في السودان ناصر البشير هو أساس أنه يصنعه مبرر للمجرمين. إذن معناته هنا الجرائم جاءت متأخرة في دارفور وفي السودان كله جاء عشان أنه في بطء في إجراء القانونية، عشان كده يعني أنه المجرمين الباقية دي مسلمين أنه يرتكبوا الجرائم قاعدين بيرتكبوا وحيرتكبوا مزيد، لأنهم عارفوا أنه المحكمة الجنائية الدولية أصلا ما بيستطيع أنه يحكم الناس. لأن أنا شايف أنه زي يعني محكمة دار يشتغل بعمل دبلوماسي أكثر وسياسي من عمل بعمل قانون، أنا شايف أنه بيكون خطر للعالم في المستقبل. لابد من أنه على المحكمة الجنائية الدولية يبقى خطوات قانونية ويتم تنفيذ حكم بتاع لك وبالفعل الشهود الودينا والمالح ما يعرفنا شهر الآخر. وإنما نسمع الكلام ده بعد بكرة أنا خلاص يعني أدانا عدم عمل وأدبي أنه المحكمة بكرة نفرج الكوشيب يعني بدون أي مبرر طيب مبرر قانوني. يعني بحديث المنسق العام للنازحين واللاجئين بولايات دارفور حول الإحاطة التي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس أمام مجلس الأمن، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.